السلام عليكم، معكم محمد خرشوفه، وانا عضو من مجموعه ولاد توريت. ولاد توريت هم ابناء ساكنه من احياء شعبيه، والهدف ديال المجموعه كامله هو وضع فكره فنيه هادفه. كيفاش جات الفكره ديال ولاد توريت؟ اولا لانها مدينتنا وكنحماقوا عليها وكنبغيوها، ولينا الشرف اننا نبينوها في ابهى حله. ثاني حاجه، ملي بغينا ناسسوا يعني المجموعه ديال ولاد توريت، كان ضروري اننا نختار واحد الاسم مناسب. فجمعنا واحد مكان عمومي، واحد المقهى، وكل واحد من افراد هذه المجموعه اختار واحد الاسم. في الاخير يعني حطينا اسم ديال ولاد توريت، الحمد لله كان اجماع من طرف المجموعه كامله، وصوتنا على الفكره، وهنا جات الفكره ديال ولاد توريت. لحد الان قامت مجموعه ولاد توريت بانجاز فيلم واحد، وهو المسمى ميمون، والحمد لله لقى واحد الصدى طيب من طرف الساكنه ديال توريت، وهذا شرف كبير لنا. هذا العمل الفني الهادف المسمى ميمون هو عباره عن فيلم قصير مقسم الى 3 اجزاء، حاولنا فيه معالجه ظاهره متفشيه في المحيط ديالنا، وتكلمنا فيه على اشخاص بدون مأوى، وهذه القصه مستوحاه من واقع، حيث سلطنا الضوء على جانب من شخصيات اللي كتعني بزاف، بحال هاد الناس اللي كيعانيو التشرد. والرساله اللي حاول الطاقم العمل يوصلها من خلال هذا الفيلم هو ترسيخ مبدأ التعاون والإحساس بالآخرين، لأن بحال هاد الناس محتاجين أننا نمدوا لهم يد العون، محتاجين أننا نساندوهم. مش حال من واحد كيقول لك أنا ما عنديش، ماشي ضروري تكون مسألة مادية، ما تعلقاش غير بالمادة، وإن حتى أنك تضحك له في وجهه، أنك تقول له كلمة زوينة، هذه حاجة كبيرة وبزاف، حيت الكلام الجارح راه واخا يعني صعيب بزاف، وهذا الشيء كيزيد يكمل عليهم. وحاجه واحده اللي واحد النقطه اللي بغيت نشير ليها، ان هاد الناس راه ما اختاروش يعيشوا التشرد، هذه اللي بغيت نركز عليها. وحنا كمسلمين الحمد لله يعني جينا بديانه اسلاميه متسامحه، كتدعو اننا نتعاملوا مع الناس ونرفقوا بهم، وكنتمنى اننا كاملين نوقفوا مع هاد الناس ومع اي واحد محتاج لنا اننا نساعده. الكلمه الاخيره، انا كنوجه واحد الشكر لجميع افراد طاقم ولاد توريت، منهم الممثلين، الطاقم التقني، انا كنشكرهم بزاف، حيت صراحه الله ضحوا بالوقت ديالهم، ضحوا يعني بشويه ديال الخدمه ديالهم. كاين اللي كيخدم بالليل وكيفيق معنا بكري، يعني صراحه الله شكرا بزاف لكم. وكنشكر الساكنه ديال توريت حيت دعمونا ووقفوا معنا، وشكر خاص لكاع الناس اللي كيهتموا بهذا الشباب، لان الشباب توريت واخا مدينه ما معروفاش، ولكن عندها طاقات، عندها ما تقول، والحمد لله. حنا كنوجه واحد النداء للمسؤولين، وكنوجه نداء ايضا اللي عندهم اهتمام بهاد الشباب، لحقاش محتاج للدعم، حيت عندنا ما نعطيو، عندنا بزاف ما نعطيو. وكذلك ما ننساوش الشكر يعني كبير كبير بزاف لجريدة أصوات، واللي المراسل ديالها السي حكيم، الصراحة كنشكركم بزاف لأنهم كيساهموا في دعم الشباب
والتحفيز ديالهم باش يعطيهم واحد الدفعه قويه باش يزيدوا القدام. شكرا لكم بزاف. عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.